لو محتاجة منك شريان بالقلب يتبرع. أنا أجاوبك. يلا. لا يتبرع لي بس أنا ما راح أقبل. بس هو يطلع. ما راح أقبل أذلي. إيه وصارت عندنا هيك حالة. ما راح. الدكتور بصافة. دا أسوي عملية برجلي بالما أكو مفصل نادر كلش بال يعني. بالقدم. القدم. تمام. فا يعني حرت بوقتها ودزيت تقارير الهند والتركي أو كذا بعدين وما قدرت أسافر أسويها بسبب وضع دوامة بوقتها بس لقيت الحمد لله هنا جراح ممتاز فقال هو يصير أنت تأخذ هاي القطعة هذا المفصل من عندي وتحط الهيا بقى الطبيب صافن شوية بعدين وراها قداري ما يعني كلش ممتن لك بدالها على هذه الكلمة اللي تقولها لأنه بين إنه بوقتها كان مبين هو ده يحكي من قلبه كل عقله بس أنا مستحيل أقبل حقيقة؟ يعني تتبقى عليها بي يعني بالنسبة يعني زينة؟ لا يعني كل شيء يعني ما عندي أي إشكال بأي شيء